سؤال يقول قوله تبارك وتعالى وجه ربه الأعلى أهو الوجه الحقيقي أم معناه الرضوان؟ قوله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى في الآية ثبوت الوجه صفة لله سبحانه، وفيها أيضا المعنى الآخر وهو الإخلاص لله عز وجل، فجمعت في دلالتها ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا وأيضا الدعوة أو تقرير الإخلاص له سبحانه وتعالى.